كله محطوط كان تيبيكال كده. عشان يقدر معانا على كده ولا السوفت وير بتاعه؟ عشان لو في حاجه مش عايز اخد من كده اعرف ازاي بقى هو موجود، بس انت مش بقى مش بقى ليك بريفج ان انت تدخل عليه قوي، لان انت الحاجات ديت لو حاجات اتغيرت ممكن مش شغيل. انا كترابل شوتنج هو موجود برضه يعني موجود، بس احنا مش بس احنا مش عاملين له سيت اب. مثلا اي حاجه هتحصل في اي محطه مش هتسبب لي مشكله في ال يعني في الباور، يعني مثلا لو حصل مشكله مثلا في اي مثلا جيت واي لا مش اي انت مش هخرج ال انت مالكش اي علاقه بالكنترول خالص. اي حاجه حتى لو امسك كلمه عن الار تي دي كلها ولعت مالهاش علاقه خالص بالمحطه، مش هيحصل اي حاجه. بس كده بس هي بس انت خلاص ده مش شايف تقدر تتحكم مانوال عادي مفيش اي مشكله. السكيدا كلها يعني الفونكشن بتاعتها ان انت تتحكم ريموت، بتشوف الحاجه من الكنترول ريموت بس. لو حاجه حصلت عليها السكيدا دي على باور اوف والمحطه كلها باور اوف بتاعت الار تيوز عادي مش فارقه معانا حاجه خالص. ماشي بالظبط. انت بس مثلا انت عندك لو انت عندك زي ما انت قلت مثلا كارت مثلا ديجيتال انبوت ده طار مثلا ده انت مش محتاج ليه مش محتاج لي اي كونفيجريشن الكارت ده تركبه على طول تاخده وتركبه خلاص كده خلص سلام على الرب نفس مش محتاج اي حاجه. طب السي بي يو بقى اللي ولع لا انت ده محتاج ليله ثانيه او ما طلعش بقى عشان تدخل بالبرنامج صح. او ما تبطلش ده تشوف بقى الدنيا مش هتحس بحاجه اصلا. انا مش حاسس مشكله. فده معظم هنا الحاجه. طبعا عندنا هنا سيرفر وورك ستيشن، السيرفر دي موجوده في السيرفر روم بتاعت الداتا سنتر. بتاعت الداتا سنتر والورك ستيشن دي اللي احنا قاعدين فيها هنا. طبعا الورك ستيشن دي ما ينفعش تقوم اصلا الا لما السيرفر يكون راننج، لازم يكون شغال والدونجل موجود ويكون قايم يعني الران تايم قايم، يعني مش شرط السيرفر شغال كده وخلاص لا. الران تايم اللي انا باجي افتح هنا البارس كده وفي حاجه عندي اسمها ران تايم. يعني المنظر ده لازم يكون قايم هناك، ما ينفعش يكون السيرفر شغال وخلاص. ده مش هيقوم معايا، ده هيقوم معايا ومش هجيب اي ده هيقوم بالمنظر ده بس مش هجيب اي داتا. مش اي داتا عندك تكون شغاله عندك موجوده في الجهاز. طيب احنا نيجي نقفل ده كده تاني، نيجي بقى للبرنامج ذات نفسه. انا بعمل لما بعمل سيت اب للباور سكادا اوبريشن اللي هو السوفت وير بتاع السكادا بينزل لي فولدر كده، الفولدر ده فيه كل حاجه خاصه بالسكادا. او اهم حاجه عندي اسمها باور سكادا ستوديو، هو ده الكونفيجريشن بتاع البروجكت بلس الجرافيكس. يعني ده الكونفيجريشن اللي بعمل عليه الداتا بتاعتي اذا كانت اي بي ادرس او تاجات او اي حاجه بلس الرسومات، ان انا برسم بقى الصفحات بتاعتي عامله ازاي البريكارات كل حاجه عن طريق البرنامج ده. فانا بدبل كليك عليه بيفتح معايا تو ويندو. دي اللي هي اللي عامله شكل الفيشه ديت، دي هي البروجكت سيتنج او بروجكت سيت اب بتاعي، ودي الجرافيك اديتور بتاعه الجرافيك برينتر. ده من خلاله بفتح الصفحات وبكري صفحات جديده وبعمل اللي انا عايزه. ممكن اعمل مثلا نيو بيج على او مثلا اعمل اديت في دي مثلا الصفحه بتاعتي الاي اي الاي 2 اللي دي سويتش جير، انا مثلا عايز ده احركه يمين احركه شمال، اي اديت بعمله عن طريق الايه السوفت وير ده. بس لازم يبقى برده انت يعني برده اليوزر ولا برده ادمن اقدر اعمله؟ انت لو انت داخل بالادمنستريت دوت هم هيعملوا في الاي تي هيعملوا حركه ان هم الايكون ديت مش تبقى موجوده مع الاوبريتور، تبقى موجوده اللي هيدخل بالادمنستريتور، ودي واحده بس اللي هتسيبها بره اللي هي الران تايم، بحيث ان هو الراجل اللي داخل الاوبريتور مثلا حد تحتيك مثلا هو هيدخل مونيتورنج، وانت لو اديته اكسس ان هو يعمل كنترول هيعمل كنترول على السكيدا بس، ملوش علاقه ان هو يدخل على السوفت وير برمجه يغير اتاج يغير اي بي يغير ملوش علاقه بيه. مين اللي له علاقه؟ مثلا انت او مهندس مثلا مهندس محمود مثلا حاجه يدخل يعمل الكلام ده بس. فاحنا هندي اكسس ان هو الران تايم ده موجود للراجل بتاع الاوبريتور. طب لحد الراجل بتاع الادمنستريتور هيظهر معاه الايكون دي، الايكون دي اللي فيها كل حاجه بالنسبه للسوفت وير، اذا كان بي ال سي اذا كان بروفايل اديتور اذا كان بروجكت سيت اب كل حاجه. ماشي. فانا عندي هنا مثلا دي اهم سوفت وير عندي اللي هو البروجكت سيت اب بتاعي، ده بظبط فيه الاي بي ادرس مثلا بتاع السكادا. باجي هنا مثلا دي حاجه اسمها توبولوجي بيبقى فيها الكمبيوتر بروفايل الاي او ديفايس، لو عايز اعمل اديت مثلا للنتورك ادرس بتاعي اذا كان ده واخد واحد مثلا عايز اغيره وياخد رقم تاني مثلا عشان النتورك تبقى حاجه ثانيه بقدر اغير من هنا عادي. الاي ديفايس ديت بكاري الديفايسز، يعني عندي مثلا ديفايسز عندي مايكون عندي باور ميتر عندي اجهزه ثانيه مثلا زي اسمه ايه اسمه الجهاز ده بتاعنا اسمه سمارت لينك سمارت لينك، اي الاجهزه مثلا ديت بعرفها عندي في الاي ديفايس وتحتيها بينزل اكويبمنت. يعني دي بيبقى حاجه عندي زي تيبيكال وتحتيها بينزل اكويبمنت، بقى بعد الاكويبمنت بينزل بقى عندي تاجات كل الكلام ده في الكاتيبولوجي. فانا ده الاي ديفايس بتاعي
ده انا كل الاجهزه اللي موجوده عندك في المشروع متعرفه هنا بالاي بي ادرس بتاعها، يعني هنا كل حاجه هنا موجوده. يعني انت مثلا انت عايز تعمل ترابل شوتنج، انت في حاجه عايز تعرف بدل ما تفتح اكسل شيت انت عايز تعرف مثلا الاي بي ادرس بتاع الجهاز المعين ده ايه. هتيجي مثلا ادي كيو سي 1 الكاميرا 1 ده مثلا جاي على جيت واي 51، هنا الادرس دي شايف الارقام دي ده مثلا 1 او 2 ده الاي دي ادرس اللي انا كنت بشرحه اللي هو ده سليف واخد رقم كذا. يعني لو عملت سيرش على 51 ده مثلا لو خدت ده كده كنترول سي وعملت هنا على البورت نيم هيجي لي ايه؟ ادي الجيت واي بتاعي واخد 51 وادي البورتات بتاعتي بتاعت كل ديفايس، عندي رقم 1 ورقم 2 رقم 3 رقم 4 رقم 5. ده هنا عندي مثلا كيو سي 1 او جون سبير 1 ده اللي هو الديفايس الاولاني واخد رقم 1، الديفايس الثاني، الديفايس الثالث، وادي الرابع هو وادي الخامس. فهمت الحته دي؟ فالفكره كلها انت مش شرط اصلا تفتح الاكسل شيت، فانت لو بتعرف تمنوفر اصلا جوه البرنامج انت مش محتاج تسيرش في حاجه، تعرف اي ديفايس. ماشي ادرس هو دلوقتي يعني جيت واي عليها خمسه ديفايس. خمسه ديفايس يعني بص يعني نفس هنا انا الجيت واي عندي اهو، انا تحتيه ادي ديفايس الثاني الثالث الرابع الخامس. كل ديفايس لوب مقفول بالظبط، كل ديفايس ليه اي دي ادرس مش اي بي ادرس، ليه اي دي يعني ده فعلا بيبقى اسم واحد. يعني انت لو دخلت على الديفايس يعني احنا قفلنا ممكن ندخل منين بس انا عندنا مش شغال. انا هنا البي ام سي مش موجوده يا سامح صح؟ بس معلش البي ام سي انا ممكن نجيبه عندي طيب ده برنامج بيخلينا نشوف اللي تحت الجيت واي. يعني بدخل الاي بي بتاع الجيت واي وبعمل سكان للديفايسز اللي تحت الجيت واي. ده برنامج للترابل شوتنج. فانا مثلا انا الديفايس اللي عند او اللي احنا عايزين نبص عليه مين اللي هو 82 80 51 10 بوت 182 بوت 80 بوت 51 كونكت كده عمل كونكت خلاص على الديفايس. نعمل ستارت المفروض الديفايس اللي تحتيه هتبدا تظهر تحت. ادي رقم 1 ظهر، رقم 2، رقم 3. ما بي ما بي يعني يعني هو كده بس مدي علامه ما بيظهرليش اسمه لان الديفايس هو مش يعني مش على حسب الديفايسز. في ديفايسز بتبقى عندنا بتبعت الاسم برده، في ديفايس بتبعت الاي بي بس بتاعها. يعني في ديفايس مثلا لو سيبان هتلاقي مثلا باعت لك اصلا انا اسمي سيبان 80 او تي 82 على حسب نوعه بيتبعت. المايك ما بيبعتش. فانا كده عملت ترابل شوتنج ان انا شايف سي مثلا محطه مثلا من محطات جيت واي او اسف بروتكشن لي انا مش قاري منه حاجه. فاول حاجه بعملها ترابل شوتنج انا شايف الجيت واي او شايف الجيت واي. طيب انا اللي جيت عليه شايفها كلها ولا لا؟ ممكن الرقم ده مش شايفه بس بالظبط كده. في مشكله الزر اللي عندك سامع عليه بقى ولا مش هيظهر؟ لا مش هيظهر. يعني مثلا هيظهر عندك ايه؟ هيظهر 1 2 4 5 مش هيظهر. مش هيظهر 3 مش هيظهر عندك. فانت كده خلاص عرفت ان رقم 3 مش باين عندك. طيب يا اما عليه باور اوف مثلا الجهاز اصلا مش شغال او الكابل اتقطع او اي حاجه حصلت. بس احنا عندنا في البي ال سي في الهارد ديسك بروفيشن بيديلك علامه اكس على الديفايس اللي هو مش لا مش بس احنا مسطبين الاوف لاين يعني تيجي تعمل اون لاين وهو مش لاقيه فبيعمل عليه علامه اكس. انا في مشكله يعني. بالظبط ده هنا لا ده هنا مش هيطلع علامه. فانت عندك بتعمل ترابل شوتنج لو انت هتعمل مانوفر في السوفت وير نفسه هتعرف تتحرك جوه الترابل شوتنج. زي ما قلت لك تيجي على التوبولوجي الاي ديفايس ديت هي اللي فيها كل ديفايس اللي عندك. الثاني فيها كل الديفايس هتعرف مثلا كيو سي 1 بي ال سي ادي كيو سي 2 ادي الريفرات دي كلها جيت ويز مثلا او اي بي ادرس دايركت. يعني في حاجه مثلا وادي 52 دي هتلاقيها ريفر ام دي بي ده 255 ده اي بي مش واخد اي دي اصلا. بعد كده بعد الاي ديفايسز عندك هنا الايه السيستم موديل ده فيه الايكويبمنت. يعني انت بتكريت على الاي ديفايس دوت الايكويبمنت بتاعتك. يعني بتقول مثلا ادي الاي ديفايس هنا بتاع مثلا ريفر بي ال سي على ريفر بي ال سي. يعني انت بكده بتعرف بس ايكويبمنت على كل ديفايس على كل اي ديفايس مش اكتر. يعني بس احنا قلنا عندنا مثلا خمسه ديفايس اللي هو خمسه مثلا مايكروس. فاحنا هنضطر نعرف مين خمسه ايكويبمنت. بعد كده بنيجي في الفاريبلز. الفاريبلز دي اللي فيها كل ايه نقطه انا بقراها في البيت في السكيل. لو جينا مثلا نختار اي حاجه عندي هنا يعني ايكويبمنت اللي هي دي مثلا ترانس واحد وعملنا عليها سيرش على الايكويبمنت هنا دي كل الايكويبمنت اللي انا اسف كل التاجات اللي انا براها على الترانس. التاجات دي كلها اذا كانت مثلا توتال باور انكمر اسف كارنت اي اي بي اي سي انكمر ان الفريكونسي الخليه بتاعتي بالظبط كده. فدي الحاجات اللي بقراها عليها دي كلها التاجات بتاعتي.
دي الادريسز يعني كل تاج ليه ادرس ده الادرس بتاع من الديفايس نفسه يعني اصلا الديفايس بيبقى جواه عشان اعرف اقرا منه حاجات زي مثلا الاي اي على ادرس رقم 220 مثلا الاي بي على ادرس 222 وهكذا فكل واحد ليه ادرس فانا لازم الادريسز دي بعمل لها كونفيجريشن مثلا بقول الاي اي موجود مثلا عندي على 97 ادي مثلا الكيلو وات مثلا الثاني على 99 وهكذا فكل حاجه ليها ايه ليها ادرس الكلام ده كله بيحصل جنريتد اصلا اوتوماتيك عن طريق حاجه اسمها بروفايل اديتور بس برده حاجه ادفانسد يعني مش في الترينج بتاعنا دلوقتي ده البروفايل اديتور بيعمل الحاجات دي اوتوماتيك لا اما انت اصلا لو الديفايس جديد بالنسبه لنا مش موجود في الكاتالوج بتاعنا في المسكاده بضطر اكريته من اول وجديد ممكن ادخل الحاجه كلها مانوال يعني اكريت كل حاجه مانوال ادخل على الاي او ديفايس هنا اكريت الاي ديفايس بتاعي اجي على الاكويبمنت احط الاكويبمنت بتاعتي واجي هنا على التاجات ادخل كل تاج مانوال انا اللي اكتب اسم التاج وادخل الادرس بتاعي كل حاجه بتاعتي ايه مانوال طيب تعال ندخل بقى ايه الحاجه المهمه الران تايم الران تايم احنا نقدر نفتحه من عن طريق حاجتين عند الايكون اللي اسمها باور سكيل اوبريشن ران تايم ودي يعني بعد ما نخلص هنخليها تفتح اصلا اوتوماتيك لو الجهاز ده باور اوف اول حد ما اول ما حد يشغله الران تايم يفتح على طول الشاشه بتاعتك مش هنحتاج بقى ندخل باسورد الاول مش هنحتاج يدخل في اي حاجه اصلا ولا يفتح فولدر ولا يفتح اي حاجه عشان نشغل الران تايم الران تايم يفتح معاه على طول ماشي فانت ليه ما تفتح الران تايم عن طريق دوت وده اوريدي انا حطيته بره اهوت الباور سكيل اوبريشن ران تايم او لو انت واحد انجينير مثلا وكان بيعمل كونفيجريشن او بيعمل تعديل في اي حاجه وداخل على الباور سكيل ستوديو بيبقى عندي هنا ده كومبايل لا مثلا عملت اي تعديل اي تعديل بتعمله في السوفت وير بتحتاج تعمل كومبايل او لو انت عملت هنا ران بيعمل ران وكومبايل اصلا فانت ممكن تعمل هنا ران للبروجكت من هنا تعمل ران هيفتح معاك تمام كان الاي تي عنده كونسرن احنا في الاول خالص كان في تايتل هنا منيو بار فوق خالص كده كان في علامه الاكس علامه الاكس دي كانت بتخليك تطلع من السوفت وير كله كانوا ابلكيشن دي بقت موجوده انا شلتها يعني ممكن اظهرها لك كده عشان تبقى عارف انا بتكلم على ايه طيب ده شو تايتل بار تعال نفتح الران تايم من هنا تاني هنشغلها من الايكون الثانيه مش من الباور سكيل ستوديو لو اول ما عليها دبل كليك انت ما بتفتحش معاك اي سوفت وير بيفتح الران تايم على طول ماشي لو انت خدت بالك بقى في 2 اكس اهو طب انا لو عملت اكس من هنا انا خرجت من غير اي يوزر نيم من غير اي باسورد فكده معناه لو انت واحد اصلا مش مديله اصلا اوثورايزيشن ان هو يدخل على الويندوز ومش عايز يلعب في اي حاجه في الويندوز يقدر يعمل اللي عايزه فانا عملت ايه احنا لغينا الكلام ده ماشي ودخلنا هنا تاني على الران تايم نلاقي دي بس طيب دي لو انا عملت على اكس هيطلب مني ايه يوزر نيم وباسورد فاصلا ما يقدرش يخرج من الران تايم وما يقدرش اصلا ياكسس الويندوز خالص ولا ياكسس اصلا الايه السوفت وير الاساسي بتاع الكونفيجريشن بس يقدر ياكسس عن طريق ايه الالت دي المشكله الثانيه بس ديت المفروض هم يحلوها ان هم يقفلوا الالت تاج ديت لو مفيش حد يعرف ياكسس اي حاجه طيب انا عندي هنا مثلا عشان اعمل كنترول كل الكلام ده لو انت واخد بالك وهيدن كل الكلام ده اصلا هيدن فانا اصلا عشان اعمل كنترول لازم ادخل دي ديب وورلد ديب وورلد اندر سكور ولا اندر سكور بس انا كده دخلت عايز اعمل لوج اوت يا دوبك بدوس على ده بس واعمل ايه لوج اوت بس كده عملت لوج طيب الحاجات دي انا لو انت واخد بالك هي هيدن انا ما اقدرش اتحكم فيها ليه لانه اصلا في وضع لوكال ما اقدرش اتحكم فيه خالص كل الكلام ده في وضع لوكال فانا مش عارف اتحكم فيه طبعا اعتقد انتوا عاملين كل المقاطع وضع لوكال صح هي لوكال بس هي مش هتلاقي اكتيفيت مفيش اي حاجه عندك على وضع الريموت مش على وضع كله على وضع اللوكال طبعا لو حاجه على وضع الريموت هتظهر معانا ان احنا نيجي مثلا نفتح مثلا حاجه زي كده لو فتحت مثلا دي وشوف الاليات بتاعتي كلها اذا كان كارنت مش عارف باور فاكتور الاكتيف باور الانرجي الكلام ده كله بشوفه ده كله ده موجود عندي ده طبعا المونترنج بتاعتي اذا كان مثلا اون او اوف او واصل بالارث واصل بالارث ولا لا حته السيرفيس ديت اذا كان اصلا في السيرفيس مود لو تعرف الفريت ده نفسه الراكابل سيرفيس مود ولا التست مود ده طبعا في وضع التست مثلا حاجات كلها في وضع التست موجود عندي في وضع التست لو انت خدت بالك لو بقف على اي حاجه بيظهر عندي ايه يا سيف عايز هو بتاع ما بيقفش ليه
الريزوليوشن بيظهر عندي جود. دي معناه ان السيجنال اصلا جاي. هتلاقي حاجات سي مثلا زي ما كنت بقول حاجه ترابل شوتينج ممكن تلاقي اصلا الحاجات دي كلها ديمد او مش معنى ديمد هتلاقيها منربشه لا مش كده مش دي لا ديت معناه انا عايز مش كلير كده منغبش عليه نقط. دي معناه ايه؟ ان السيجنال اصلا مش جاي وهتقف عليها كده هتلاقي مكتوب عليه باد كده. انت عندك مشكله في السيجنال دي او عندك مشكله في البريك ويل فهمتني. طب انت لو شفت المحطه كلها بالمنظر ده يبقى عندك مشكله اصلا في الارت يوزر عامه بقى. انت عندك مشكله يعني انت لو شفت المحطه كلها من بالظبط منمله كده منقطه انت كده عندك معناه ان المحطه كلها واقعه. الارت يو مثلا معلوش باور كابل كوميونيكيشن فاصل في اي حاجه في المحطه فانت كده تضطر تروح تصنع محطه دي اللي هتحتاج تعملها. طيب انا عندي طبعا خاص الكنترول والدوت. انت لو انت فاكر لما كنا بنعمل كنترول بيتدخل حتى كان في كونفيرميشن بيظهر لك رساله كونفيرميشن ان انت عايز تعمل كنترول ولا لا فاهمني. فده كده الحاجات بتاعه الكنترول ده محتاج كورس اطول من الوقت اللي انت ده انت هتحتاج في الحته بقى الكنترول. انت ممكن تحتاج لو انت فعلا عايزين تفعل لو انت عايز تفعل بقى الكلام لا لو انت عايز تجرب يعني لو انت عايز تجرب عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس احنا جربنا الكلام ده مع بعض. الكورس ده قصدي يعني هات المين سب ستيشنز كيو سي 1 مثلا ايه اول واحده خلينا اهو A1 فوق سويتش كبير. بس هو انا مثلا كان عايز افتح واقفل مش هيشتغل هو على وضع لوك لازم يبقى في حد هناك يروح يقلب المفتاح ده يا ريموت. لا انا بقول لك لازم في التواصل من هنا بلاسلكي مع الجنب التاني. عملناها هندسه ابو فرما عملناها هو بيتكلم بيعرف ولازم تطبق ولازم تبقى المحطه لوكال صح حتى تبقى عباس دوله كل حاجه ريموت عشان تنفذ بين هنا وهناك. لو انت هتوصل لمرحله ان انت خلاص انماند بتاعتك انماند فانت هتعمل كل المحطات كلها ريموت وتقفل المحطات بمفاتيح والراجل الكنترول قاعد هنا مشغل من هنا بقى خلاص في محطات كلها كده يعني بتشتغل. ايوه بس برضو يعني مش فانت مش محتاج مش هن اصنت ما انا قلت لسه مش هعمل ليه بقى. هو دلوقتي سؤال. انا دلوقتي قلبت دلوقتي كل محطه يعني انت قاعد هنا على ال السكن اللي هي او الجوين كلها ريموت مثلا ريموت. او حتى انكمر او انكمر او انكمر بس يا عباس كبلر كله يا ريموت فصل حطه مين. لو انا ما دخلتش هو فصل الفصل مين اللي بقى يفصل بقى يعني سيبك ما تفيش سيلكتور اوتوماتيك ومانوال بتاع الكبلر ده زي بتاع القطع ده بتاع القطع انا هنا بتاع عباس كبلر. لو انا عندي الكبلر هو اللي يعني اصلا وضعين يا لوكال يا اما ريموت ده هو كمفتاح ماشي وليه يعني سيلكتور تاني اوتوماتيك ومانوال. الاوتوماتيك ده بيعمل ايه؟ اوتوماتيك ان الكهرباء اما تقطع واما ترجع يدخل ويطلع المحطه تخش اوتوماتيك. ده حاجه اسمها كونفنشنال اي تي اس. دي معموله انت كده عندك كونفنشنال اي تي اس على كل محطه ده بقى لو هو لو وضع ريموت مش هيعمل ايه؟ مش هيعمل حتى تقول عليه كونفنشنال اي تي اس ان هو يحول. ليه؟ لان انت كده حولت السيجنال بتاعتي زي مثلا السيجنال انا عندي ريشه اهي بتاخد الاوردر بتاعي ريموت وريشه ثانيه بتاخد الاوردر في وضع اللوكال. فانت لغيت الريشه دي وضع اللوكال ديت هي متاكتفه لان ما نعرفش ممكن تبص عليها في الرسومات وتسال السيرفيس. انا مش بتكلم على دي انا فاهم بتكلم على اللوكال والريموت هو ينقل على اوتوماتيك ومانوال. اوتوماتيك والمانوال دلوقتي يا باشمهندس خالد عايز لو هي ريموت والناحيه الثانيه اوتوماتيك هل ده هتشتغل اوتوماتيك؟ ده لازم يبص عليها في الدرونز مع السيرفيس. انت لازم تبص عليها صح كده يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن توديك المحطه. لا ما هي دي لو هو ده انا عايز اقوله كده. انا دلوقتي رحت قلب الباس كابلر على وضع ريموت زي ما هو دلوقتي حلو دلوقتي. والسيلكتور الثاني انا سيلكتور اللي هو بتاع الاوتو والمانوال بتاع ايه؟ الباس كابلر. انت بتتكلم في الباس كابلر ما الباس كابلر فيه اتنين سيلكتور. انا بتكلم على الاوتو والمانوال. اوتو ومانوال انا عامله على الاوتوماتيك. حلو قوي مفيش مشكله على الاوتوماتيك ده هي والسيلكتور الثاني على ايه؟ على لوكال ولا ريموت؟ ايوه هو شيفر بالنسبه لي في الدخول اوتوماتيك مش عايز لسه كنت اقول لك كده لكن هل هي بقى في الاسكاده ولا حبيت اخرجه بقى في وهو معمول على الريموت مش هيخرج لازم اروح قلبه ولوكال واروح مدخرجه. مش قصدي كده يعني هو ان سيرفيس ومعمول على وضع الاوتو خلاص لو الكهرباء مثلا خرجت وبتاع هيدخل ويخرج على حسب الاثنين الكامر. لكن لو ريموت ولوكال ده بقى لا لو معمول ريموت مش هقدر ادخله بايدي لازم اقلبه على لوكال. عمليه فهمها تمام
طب ايش هتعمل هندسه؟ انا هقول يا باشمهندس خالد الواحد يتكلم يسمع عندي كل ساكن اللي هي الخارج الخارج كله مفيش رسالته الواحد لوكال ريموت بالظبط لوكال او ريموت لوكال او ريموت انا قلبت ده او قلبت ده والمحطه شغاله اوتوماتيك من غير سكادا او بتاعتك بتخش تاني هي اسام مش هتعمل تريب تمام على اوضاع هيبقى مفتاح جوه احنا مختلفين اللوكال والريموت على سكينه الخارج هيفرق بالنسبه لي لو انا شغال سكادا لو انا قلبه قلب المحطه لوكال لوكال من هناك من المحطه هنا من لو عملنا ايه مش هنعمل صح لازم ابقى قالب يعني الوضع ريموت متفق في دي تمام كان بقى كابلر انت يعني كابلر عليه اثنين سلكت زيه زي سكين اوت جونج عادي وفي مفتاح تاني ريموت ومانوال ريموت ومانوال لازم اما ابقى سكادا ايوه سكادا يبقى المفتاح على المانوال لا على الريموت ما هو الريموت انا عايز ريموت لا اوتوماتيك لا مش فارق معايا انا بقول لك اوتوماتيك ومانوال مش فارق معايا مش ريموت ولوكال ايوه اوتوماتيك ومانوال مش فارق معايا انا فهمت في الموضوع اوتوماتيك ومانوال مش فارق معايا في السكادا عشان تتحكم مش فارق معايا لازم عشان السكادا تتحكم يبقى وضع الريموت اما الاوتوماتيك مش فارق معايا بس انت بتتكلم انت المفروض السؤال اللي انت سالته في الاول لو انا فهمت صح ان انت بتقول لو هو على وضع الاوتوماتيك وعلى وضع الريموت هل هيتحقق حته الاي تي اس ولا لا بس ديت في الجزء دوت هنعرفه من الدرونز نفسها اذا كان اصلا الاي تي اس بي اوفر كام الريموت ولا لا لو الاي تي اس بي اوفر كام هو اصلا بياخد الابر هاند هو بياخد الاكشن بتاع ان هو يطلع البريكر ده ويعمل له اون اوف حتى لو على وضع الريموت خلاص مش فارقه معاك طب وانت مسباك سكادا لا سكادا انا هو كده لوكال اهو ووضع اوتوماتيك يعني هو كده لو لوكال ووضع اوتوماتيك مثلا تعالى يعني ده مثلا لوكال دلوقتي ووضع اوتوماتيك لوكال اوتوماتيك ده لوكال خلاص ماشي. هو ده لوكال ودي انت عايز تخلق لا دي مش بس خلي انسى الاوت جونز خالص خلينا نتكلم في الاثنين الكامر والكابلر ده كده على وضع اللوكال والسيلكتور هناك على وضع الاوتوماتيك حلو كده وحصل ان واحد من دول وقع المفروض اللي بيحصل عندك بالطبيعي بس كابلر يشيل ويدخل صح كده طيب دلوقتي انا لو عندي ده ريموت واوتو انا اقدر اتحكم فيه برضه والاثنين دول شغالين طب انا لو اتحكم مثلا او خلاص الدنيا عندي ستيبل والاثنين دول شغالين وحصل ان ده وقع هل ده سؤال بقى هل الباس كابلر هيدخل ولا لا ويمشي ده انتوا جربتوه لو على الاوتو لما اقول الاوتو هيخش لو انا الاوتو حتى يعني ريجاردليس بقى ان هو اصلا موجود على وضع الريموت او لوك انتوا جربتوه الكلام ده انا متذكر والمفروض خلاص لو انت جربتوه خلاص مفيش مشكله عشان كده بقول لك ابتديت بس على الرسومات مع السيرفيس بس عايزين بس ناكد تاني على الموضوع ان لو المحط لو الكابلر على المانوال لا تشتغل مالهاش على فكره السكادا مش كانت عايز تجربها دلوقتي لا 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 مش اشتغل السكادا علاقتها باللوكال ريموت مش من هنا مش بالاوتو مش من الاوتو انا السكادا بتاعتي علاقتها لوكال ليه لما جينا نقلب المره اللي فاتت وكان معمول لوكال كلمنا الراجل قلبها ريموت ورحنا مشغلين ما قلناهوش معمول اوتو ولا مانوال انا فاهم الهندسه برضو حاجه تانية انا يعني ليه بقول لك يعني دي فور شور ليه الريموت هيشتغل معايا انا عندي الاوبن وكلوز الاوبن وكلوز دول اصلا معمولين هيدن على السيجنال بتاعت اللوكال يعني هي معموله هيدن هنا ازاي على حاجتين على تو بريفيليج انا طالب وانا حاطط البروجرامنج بتاعي انا عايز اشوف لو انا كنت محتاجها انا كنت شفتها بالظبط يعني انا انا مستعمل السيجنال بتاعت الريموت اصلا فانا بقول لو الريموت دي جات لي السيجنال دي تظهر يعني ما تبقاش الشكل ده ما بقاش كده هيبقى بشكل تاني واقدر اعمل كنترول بلس انا عندي طبعا ايه الباسورد بتاعي فانا اصلا انا اللي عامل الحوار ده بس هي الحته كلها كونسيرن انتوا تاكدوا بس حته الاي تي اس هتشتغل وهو برده على وضع الاوتو يعني تتاكد من الحته ديت او ممكن بقى الاي تي اس هتشتغل لو هو قصدك على وضع اللوك الاوتو مش الاوتو اسمك من السكادا اسال السكادا ممكن انا ما بكلمش كسكادا بكلم ك اي تي اس اوكي اي تي اس لا الاوتو الاوتو وضع الاوتو عايز اللوكال والريموت مش اللوكال والريموت يعني دلوقتي انا يعني وانا ريمو يعني وانا اوتوماتيك على وضع اللوكال اكيد هيشتغل ده مش هيشتغل بس انت عايزين تجربوا تاني بقى ان انتوا على وضع الاوتو ووضع الريموت ووضع الريموت هيشتغل ولا لا فهمتني بس بقى شوف لو حضرتك عايز تسال حاجه تاني طبعا زي ما قلت لك هنا في حاجه اسمها الارمات وايفنتات طبعا لو اي الارم ظهر عندك في اي محطه بيظهر هنا يعني حصل عندك الارم مش عارف ايه حتى لو مش الارم هندسه لو حد قفل وفتح الايفنت ايفنتات برضه فتح البريكر ايوه الايفنت نفسه الايفنت نفسه بيبقى موجود عندك هنا يعني بيبقى حاجه مثلا لو بصينا مثلا في حصل كوميونيكيشن مثلا فيلير مثلا على كوميونيكيشن على ريفر 5 حصل مثلا مره على كوميونيكيشن فيلير طب في مواقف كده بتستدعي المهندس خالد لما بيبقى بينه وبين شركه الكهرباء مثلا في ميس اندرستاند انت وصلت لا انا ما وصلتش فبناخد الجرافيك دوت
زي مين وصل انت عمل ايه بالظبط كده ده ايفيدنس ايفيدنس الواقع ايوه ده بيسرع وزودها يعني انت سي مثلا في ايفنتات انت تقدر في البحر يعني عملنا لا المصور ايفنتس زائد برنت هنا الجرافيكس اللي موجود عندي ان ده كان في وضع اوف الساعه كذا ووضع اون الساعه كذا انا بقول لك انت هنا عندك بس بتحدث يعني الاوبشن اهو ان انت الصفحه بتاعتك ايه لو بتاعت الارض فتقدر تطبعها عادي خالص تطبع الصفحه اللي بمنظر كان الصفحه طبعا كل ممكن يخص نفسه بيجيبوا الايفنت بتاعه يعني إيه مثلا احنا هنا ممكن احنا هنا مثلا لو مثلا بريكر واحد مثلا بتاع السيل واحد سيل واحد بتاع الانكامر اللي حصل فيه في التايم ده هنا هنا الالارم لوج مثلا ان انا عندي محطه اي 1 مثلا لو عملت كده هناخد A1 مثلا B C مش بي سي عايز ال A1 نفسها هنا دخلنا على A 3 كده فيها ادي ال A 3 ايوه اي اوت جون في مثلا عايز ادي دي كل الحاجات اللي حصلت فيها مثلا ده حاجات مثلا لسه ابديت مثلا كوميونيكيشن فيلر على الترانسيفر مثلا حاجه سيلف وير ولا حاجه هنا مثلا دي كانت دي حاجه كانت حصل عليها دي سبيرت خلاص يعني حصلت واختفت حاجات موجود هنا مثلا البروتكشن بتاعك مثلا كان حصل اندر فولتج مثلا يوم 30 12 على ترانس مثلا في حد مثلا وقع البريكر مثلا ومشغله فيه ممكن اجيب دي في الفولتج كان نزل من كام لكام لا دي مش تقدر معاك بالويفز انا ما عملتش عليها اخد سكيلز عليها وديت مش تقدر معاك الا ممكن نجرب انا اشوف انا مفعلها ولا لا انا بكلمك على مشاكل واقعيه يعني متشبع بي اي بي بي القديم دي لا دي بتاعت مش عايزينها ديت لا دي مش تقدر معانا هنا يعني ممكن نجيبها من الفولتات بس الفولتات مش معاليه طب سؤال دي في ديزاين فيز ما كانش الحاجات مطلوب الحاجات دي كلها يعني انت عارف زي ما انت حسبنا الليست في الاخر انت بتتفق مع العميل انت عايزين تقولوا ايه في الاخر بتظهر لك كويفز في ديستورشن على الويفز بقول لهم ما يصلحوش السيجنال ليست والحاجات دي كلها يعني عارف تقريبا من سنتين ثلاثه اتفقنا عليها فما كانش في حد طلب الكلام ده طيب الحاجات كلها كستمايز يعني الحاجات دي كلها بتبقى كستمايز بس ممكن اعمل لها ابديت ساعتها طبعا بعدين ممكن تتعامل بعدين فدي معظم الحاجة وانت سكيلت فانت لو برضو لو عندك اي سؤال انا دي بس يعني هنا هو المحطات انت ممكن تدخل من الهوم خالص هوم خالص بس هوبا هوم التمرين بتاعك بتفتح معك كيو بعد كده بعدين تيجي مين سب ستيشنز دي بقى هون كل ليه يعني سب ستيشن في دي مثلا في ارو هنا يعني افتح الارو برضو هندسة هنا فيها اللو واللو والحاجات اللي دي هو الميديم ده سويتش جير تمام لو انت عايز تخش على اللو خش على لو فولت شو بس ايه وبس هم بقى حاطين بس سكشن يعني سكشن يعني عشان نص الباس كاب في سهم هنا عندك تبي تخش عليه ده السكشن هو مثلا على الشمال بعد هنا كده الباس كابلر بعد كده تمشي كده هو ده الجنب الثاني تمام دي بقى الجزء اللي فيه بقى يعني هتعرف فيه الفانت شغاله ولا لا يعني شحن البطاريات دي عامله فولت مثلا اهو اه بالظبط دي في الشارج حاسس دي كده حاسه كده ان هي فرغت وعندي ديسشارج برضه هنا وفي واحده عندي انت ليه دي فتحوا بقى بس هنفتحوا مريحه والله اللي اصلا الشاشه كده اتغيرت اتغيرت ايه يعني ابديت يعني انا مقفل كده ان شاء الله دي هوجن بس هوجن دي مش مفصوله دي عامله تريب بالفعل الناس شغاله في المحطه دي كده معموله تريب اول ما يجي هو يجي ينزل تريب بتطلع الحمراء دي راحت وهي بقت خضرة بس خضرة بس بالظبط كده اه ميجا ارفعها ديت هتلاقيها بقت عامله كده تمام يعني طبعا كل المحطات كده عندك هنا ودي ودي بقى محطه ثانيه كوس 2 واي 1 واي 2 ودي هو بقى بتاع بقى بيزن 1 اللي هو يعني المفروض فرود يعني قدام يعني دي بقى دي بس لا دي بس كده بلوك 4 ماشي كان فين الريفرات هنا رينج لا رينج كل حاجه اه رينج ودي هو غير الفرات الجديد ده ال 8 ريكس افتح كل واحده هتلاقي فيها مثلا نفس بس انا بقى الرينج مين يونت اللو والجانتريس الرينج مين يونت دي الاثنين بس هنا هو جنب بقى انت هنا في اللو فولتج يعني مثلا معلش هنا هو احنا ما نقدرش نعمل كنترول يعني ما نقدرش
مونيتور بس اه عشان هنا السيل كلها مش موتورايزد ما عليهاش موتور اه ممكن حد ينشع بس هنا دي اهو جنبها هنا بقى في اللو فولتج في اللو فولتج هناك مفيش مفيش سيلكتور اوتو مانوال ذكر ريموت يعني الريموت ده في بس اوتو مانوال وسكادا وزيرو هتلاقي زيرو واحد اثنين ثلاثة زيرو يعني واحد مانوال اثنين اوتوماتيك ثلاثة سكادا لازم يبقى على وضع ثلاثة عشان تبقى تعمل وطبعا ده مش بنعمله طبعا ده مش لان احنا لو انت عملت ثلاثة مش هيحصل اي تي اس اوتوماتيك بالظبط خلاص كده فطبعا دي مشكلة ولازم تبقى المفتاح نفسه السيتنج اللي جوه المفتاح معمول يا ريموت كده هو ريموت تمام فيها هي يا اساس اوبشن على المايكرولوجيك نفسه بيخش على الشاشه بتغير بالظبط عشان تقبل الشاشه طبعا احنا ولا احنا اصلا هنخليها كلها ايه نسيبها زي ما هي لا كلها ريموت الريموت بس اهم حاجه السيلكتور يبقى على وضع الاوتو فهو قدام يعني قدام واحنا خلاص كده هنلغيها خالص او مش هنشغل غير كده انا هروح كل يعني كل اللو اخليه كله يعني مش مدخليه كله مانوال عشان حتى لو حد بالغلط يمكن فانه ممكن حد كده قاعد كده مثلا يقول لي طب ما اجرب كده اللي بيفتح هتغير بايدك من جوه بايدي ايوه وهتغير اللوك بتاع المحطه دي معاك يبقى في ماستر يفتح مثلا على عدد المحطات احنا الناس عاملين مفاتيح تغير كلها مش تغير يعني كلها ده بس مع ثلاث اربع افراد بس محدش يخش محطه تحدد مسؤولياتهم تمام اوريدي فانا شايف كل الكلام ده يعني سهل احنا نتعامل معاه هي بس حته اللي احنا بقى في حته بقى لو حصل عطل حاجه زي كده هي يجي بس النقطه دي اول مره انها اخش اغير في الـ في النتورك بتاعك في النتورك يعني اخليهم زي كده تمام وتخليهم زي كده واخر واحده برده آخر واحد ده بعد ما يبقى بسم الله بسم الله حوله من هنا ده بعد ويعني بعد كده غير اللي هو ادرس بتاع الكارت الجديد ولازم ارجع تاني الوضع اللي كان موجود صح ولا بالظبط صح بالزبط. لازم عايز ترجع الجهاز ولا الحاجه اللي انت موجود انت عندك عامه اي صفحه زي كده مثلا انت تقدر لها من هنا تعمل كده اي صفحه اي حاجه يعني بس عايز تعمل ريبورت مثلا عايز توري حاجه توريه مثلا المنظر مش عارف ايه برنت هنا تاخد الكلام بس النظام تعمل برنت هيطلع كل حاجه موجوده هنا عندك باشمهندس مكتب المنسخ اللي فوق دلوقتي ده الماستر ماشي لو في سليف عندي شاشه للمتابعه حد باشمهندس خالد لسه الاي تي بيتكلم في الحته انت اصلا تبقى موف من الروبوتات او حاجه ديلي كده بحيث ان هو يطلعها للمهندس ايضا اصلا انت لو عندك شاشه فوق وعايز تبص على السكيل تقدر بالظبط دي نقطه كويس بس انت مش عارف ازاي هتوصل الماوس والكيبورد مش عارف ازاي انت برضو اصلا كشاشه انت ممكن بكابل بس انت ماوس والكيبورد تتحكم ازاي وايرلس ممكن ما يجيبش المسافه دي ما يجيبش بعيد صح ما يجيبش لما تنقل بقى فوق بس لا عشان ما هندسه احنا عايزين الوضع عشان الشيفت انجينير ما احنا عايزين وردات تشتغل يبقى هو من هنا مثلا يقدر لو الراجل يعني التكنيشن راح المكان هو يقدر المهندس لو مشغول في اي حوار اي حاجه تحصل ممكن يخش من هو او انت لو عندك كابل يوصل هنا بشاشه ثانيه ما فيش مشكله بس الماوس والكيبورد ما اعرفش ازاي هتوصلهم بيه ما اعتقدش حاجه تجيب خالص لان الكابلات بقى بس كابل صعب قوي الماوس يعني كابل بس ان انت تقعد تقطع هو فعلا ده ما جاش في لان بقى حاجه ثانيه تجيب كلاينت ثاني وادفع وتجيب دونجل تاني جبت بالظبط تجيب دونجل تاني واستثمار طب احنا ايه اللي بسمح لنا كموظفين كوبريشن ان انا ممكن اعمل اي تعديل هل مسموح لي ان احنا ممكن مثلا بس نبقى على وضوح انا مثلا هو كان مثلا بيحب مشاريع راجل دماغه كويس وهو اصلا بتاع ميديم برضه فاجي نقول له هنسبه ايه احنا ممكن نعمل مش عارف ايه نعدي كابل منين هنقول لك حاجه في انبوت زياده في البي ال سي السورايز للهوجن هل انا يعدل او لو حتى خالد لو هوجن فكر وفي الاخر في حد بس هو لازم ياخد عشان يعمل كده لازم ياخد فول يعني تريننج الحاجه الثانيه انا لو هل البرنامج لو يعني هل انا اقدر اخد له باك اب ما انا هوريك ده ازاي تقدر تستور الباك اب دلوقتي ما عندكش داخل بي ان تي ده السكادا ولا البي ال سي السكادا بي ال سي انترنت كونكشن تبعي معمول على نفسه وخلاص مفيش خلاص انت مش عارف حاجه ما بخش اعمل له
سي مثلا انت ايه ممكن تعرف تعمله؟ سي مثلا الكرين 10 دوت اتغير اسمه في يوم من الايام، غيرت انت محتاج تغير اسم كرين 10 ده بقى ليه حاجه ثانيه في في الموقع، فده تعرف تعمله. هتيجي مثلا انت دي محطه بتاعه كيس 1 سويتش جير، هتيجي هنا في الجزء بتاع اللي هو الجرافيك بيلدر فايل، تعمل اوبن وتشوف اسم المحطه. احنا كده كيو سي 1 صح؟ كيو هيد كرين 10 كيو سي 1 سويتش جير اهو، عندك كرين 10 دبل كليك عليه انت، ده الايكويبمنت بتاعه. هتضطر تغير ايه؟ تغير اسمه، بس بالمقابل عشان عاملين الحركه ديت هنا بتغير اسم مع الايكويبمنت، رابط مع الايكويبمنت، بالمقابل هتضطر تغير ايه؟ هتضطر تغير الايكويبمنت. طب مش بنجرب كده حاجه يعني؟ ده هيضرب معايا عشان ده هتغير الايكويبمنت ده هيخسر فيه شويه انجينير، فاهم قصدي؟ فدي حاجه مثلا من الحاجات اللي ممكن نعملها. لا ما انا برضه مش عايزين حاجه تضرب اي حاجه، ما هي دي الفكره ان احنا في المشروع ده احنا رابطين ده بالايكويبمنت 2، فانت عشان تعمل حاجه جهاز لازم لا والمسميات دي تتغير من الواقع كمان. الاسم ده اللي موجود على الخليه هندسه لو غيرته انت استفدت ايه؟ يعني في الاخر انت كده خلاص الحاجه خلاص سيتلت اصلا، انت كده كمل. لا هو انا بتفلح عن تغيير هو بيكب كده، ممكن نعمل حاجه زي كده ماشي. احنا عندنا مش احنا عملنا شيفتنج للكرينات، انا عندي الكرينات الكرينات الجديده ما انا عندي كانت الجديده كانت واخده مثلا مفتاح 1 2 3 4 احنا بعد كده احنا نقلناهم بالفعل السكشن الثاني عشان يعني ان اسامي الميات الكرينات لا الفانل بيت نفسها اتنقلت. لا دي اتعملت دي اهي اتنقلت. ايوه انا اتنقلت فعلا. ما انا بتكلم في ايه؟ انا عملت انت نقلت. ايوه انا عملت التاج الاخير اللي موجود على الفانل كان انت مش فاكر انت اصل انا عامل اكسرسايز بعتنا هاني ساعتها. ايوه انت كان عملناه انا عامل الكلام ده يعني كان عندي هنا 1 2 و 3 وكان عندي 4 ايوه ودول كانوا سبيس فعلا. ما ده كان الشكل النهائي اللي عملناه. انا كان بقى لو انا كنت عايز اغيره بقى انت تغيره يا اما تعمل انت ممكن لو انت عارف الحاجه فيزيكال ان هو ده كيو 1 مثلا وعايز تنقله انت ممكن تشده وتسحبه بس خلاص ده يعني كده. يعني سي مثلا ده اهو انت تحركه وتخيب مثلا كيو 10 مثلا مكان، فهمت قصدي؟ غير ما تغير مسميات هو هياخد الاستاتس بتاعته لوحده مش هياخد حاجه بس انا عدت شكل بس مش اكتر بس المكان المكان طالما انت عارف ان دي قدام موجود هنا ده اسم هنا ده اسم خلاص دي ظبطت معاك.